بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي جعل بعد عسر يسرا، وجعل بعد كل هم مخرجا، وجعل بعد كل ضيق سعة وفرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والقائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والقائل في كتابه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والقائل في كتابه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل، علم الله به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وأعز به بعد ذلة، وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، لا شك أن الأمة الإسلامية تموج فيها الفتن كموج البحار، وتتراطم بها الأمواج كأمواج المحيطات. وهذا الأمر ليس جديدا، وإنما بدأ مع بعثة جميع الأنبياء. والمتفحص والمتأمل لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدارس لسيرته يعلم أن البلاء سنة ماضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه الوحي وأمره الله عز وجل بإبلاغ الرسالة، وكلكم يعلم ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من محن وبلاء، وكلكم يعلم ما حدث في مكة من صنوف الإيذاء والتعذيب من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وما حدث للرعيل الأول، وما أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحاول ويجتهد في أن يحفظ هذه الفئة المؤمنة فيأذن لهم بالهجرة، فكانت هجرة الحبشة الأولى ثم الثانية، ثم كانت الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، ثم كانت مواقع ومنها غزوة أحد، وما تعلمون ما حدث منها من مصيبة، مصيبة أحد، حيث قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وكانت الإجابة: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وهذا درس عظيم نبدأ به، ونراجع أنفسنا ونقول كما قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. ننظر هذه العندية، ننظر إلى ما حدث منا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي
صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى ما فرطنا فيه من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى سنن البلاء وسنن النصر والتمكين، ونتعرف عليها وندرسها ونتعمق ونراجع حساباتنا ونتفكر كيف أوتينا وكيف أوتينا من قبلنا نحن معشر المسلمين، وخاصة من كانوا يتصدرون الدعوة إلى الله عز وجل ومن كان يقوم بواجب البلاغ والتبصرة للمسلمين. الإمام الحسن البصري يقول: عجبت لمن أصابه مكروب وغفل عن هذه المواضع الخمس. مثال: مين فينا لما حصلت المشاكل راجع القرآن وقرأ على الأقل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وكان يحث المؤمنين على التعوذ من الفتن، فيقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الذي يعني استجار، ومن الذي لجأ، ومن الذي استغاث، ومن الذي قام، ومن الذي اجتهد، ومن الذي بكى، من الذي قام ليلا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صواحب الحجرات عندما قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بهاتين السبابة والإبهام، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ثم يقول: من يوقظ صواحب الحجرات؟ من أيقظ أهله وقام ليله وبكى وتضرع إلى الله عز وجل في هذه المحن؟ من صنع ما ينبغي أن يصنع في مثل هذه المواضع الخمس؟ عجبت لمن أصابه كرب ولم يقرأ هذه الآيات كلها. قالوا كل ما قاله صاحب هذه المقولة، انظر إلى الخير الذي يأتي بعده. أول موضع في البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اسمع: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. هنا قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ما يقولوا إنا لله راجعون، إيه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا قال الله تعالى؟ أولئك ثلاث حاجات: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كان عمر يقول: نعم العدلين ونعمة العلاوة. كل عارف الأرياف أعزك الله، الركوبة بتبقى فيه نص شوال يمين ونص شوال شمال، دول اسمهم العدلين، العدل وعد. لما يجي واحد عنده شلة تقيلة ومش قادر، والشكارة اليمين اتملت والشمال اتملت، بيعمل ايه؟ بيحط حاجة على رقبة الدابة، دي اسمها العلاوة. فقول نعم العدلين ونعمة العلاوة. ليه؟ ربنا قال أولئك عليهم، نمر واحد صلوات من ربهم، اتنين ورحمة، وأولئك هم المهتدون. من الذي حمد الله واسترجع لسبب هذه المصائب التي تحيط بنا؟ الموضع الثاني موضع الربانية. أين نحن من هذه الربانية في كتاب الله عز وجل؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا. قالوا، خلي بالك من قالوا، قول دي قولها: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى المآل، انظر إلى الثواب، انظر الخير الذي يأتي بعده قولك: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في سورة التوبة: الذين قال لهم الناس
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. تخيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ولما يقولون هؤلاء، يقول المشركون إن قد جمعنا لكم الجمع لنستأصل البقية، فماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم ويرمى في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في غزوة أحد. انظر إلى الخير الذي أتى بعد هذا اليقين وهذا الإيمان الراسخ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه المعاني الإيمانية لابد أن تدرس من جديد، ونتعلم معنى مقام الخوف من الله، معنى التوكل على الله، معنى اللجوء إلى الله، معنى الصدق مع الله، كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وسئل الإمام الشافعي من أحد تلاميذه للإمام أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام الجليل الإمام الشافعي قال لا يمكن حتى يبتلى. لابد للمؤمن أن يعلم أن لله عبوديتان، عبودية الشكر وعبودية الصبر. عبودية الشكر لا تظهر إلا مع النعم، والصبر لا يأتي إلا مع البأساء والضراء مع البلاء. فكيف تكون عبدا لله إن لم تبتلى وتمارس عبودية الصبر التي قال الله فيها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب بين الشكر وفيه الزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وبين الصبر وفيه كما قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأنت في كل خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اسمع مرة أخرى هذا الحديث النبوي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى تزول عنه كل خطيئة. واسمع إلى قول الله تعالى ولنبلونكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لابد أن يعود الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نراجع أخطاءنا وأن نعترف بذنوبنا، فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. ونسأل الله عز وجل العافية بعد البلاء والفرج بعد الكرب واليسر بعد العسر سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين بكل ذنب، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ذكرنا كم موضع؟ 3 مواضع. الموضع الأول في البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسترجع كثيرا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنتم تعلمون قصة هذا العبد الذي قبض الله عز وجل يعني روح ولده، وأرسل الملائكة لينظر ماذا قال عبد، ماذا قال هذا عبد. سأل الله عز وجل وأعلم ماذا قال عبدي. قالت الملائكة: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لابد للمؤمن أن يعلم أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، خلي بالك، وأهلها مصلحون، لم يقل وأهلها صالحون. الصلاح لا يكفي لرفع البلاء ورفع الهلاك، لا يكفي، لابد أن يكون الإصلاح. فالصلاح لنفسك فقط، أما الإصلاح فيتعدى إلى غيرك. فأين المصلحون؟ أين من قام بالإصلاح؟ العكس، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه وأن نعمل له، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذا هذا الموضع الأول. والموضع الثاني كما سمعنا عن الربانيين، والربانية في القرآن لم تأتي إلا في موضعين: موضع العلم وموضع الجهاد. ودائما العلم والجهاد يأتيان في المواضع العالية، في الربانية، في ارتفاع الدرجات، في الرضا من الله عز وجل لأهل العلم. قال تعالى في قوله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي هذا الموضع في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والخير يأتي فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أما الموضع الثالث فقد استمعتم إليه أيضا في آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل واحد يسأل نفسه لما اجتمع عليه القوم إيمانه زاد ولا حصل عنده يأس ولا حصل عنده قنوط؟ وقد قال الله تعالى حكاية عن يعقوب، قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحكاية عن إبراهيم، قال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فما ينبغي لمؤمن أن يقنط من رحمة الله، وما ينبغي لمؤمن أن ييأس. قد يستيئس، لكن بعد الاستيئاس يأتي الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. المؤمن لابد يكون عنده هذا اليقين. ولو انظر إلى قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه أي في سورة هود الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. واسمع هذه الخاتمة العظيمة، كن على يقين من هذا، ولله له وحده سبحانه وتعالى، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. ما هي مهمتنا؟ ما هي قضيتنا؟ ما هو شغلنا الشاغل؟ هاتان القضيتان، العبودية والتوكل على الله. نيأس من كل مخلوق ومن كل قوة في الأرض. لما نصل إلى هذه المرحلة من الفقر والذل واللجوء إلى الله عز وجل، ونيأس من كل قوة من قوتنا فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن كل بشر نيأس منهم وما عندهم ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا يكون الخير، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. شغلتك إيه؟ اثنين، فاعبده وتوكل عليه. هذا ما نريد أن نؤكد عليه في هذه المرحلة، هذه اللحظة العبودية، ولا بد بمعانيها العظيمة من الولاء والبراء، من التوحيد التام، من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من تزكية النفوس بأعمال العبودية التي وردت في أركان الإسلام وأركان الإيمان وفي ركن الإحسان. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. الموضع الرابع، موضع مؤمن آل فرعون في سورة مؤمن، سورة غافر. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. اسمع، فستذكرون ما أقول وماذا بعد قوله، فستذكرون ما أقول لكم. ماذا قال لهم؟ وأفوض الوأل كله، وفي الآخر وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اسمع المآل، وكن على يقين بكتاب ربك عز وجل، وكن على إيمان صادق. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والموضع الأخير من سورة الأنبياء، وذنوني صاحب الحوت يونس. يونس إذ ذهب مغاضبا لقومه، لم يسمعوا له، فشعر أن أهلك سوف يأتيهم فتركهم، ولكنهم عندما شعروا بذلك آمنوا. فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس، آمنوا لما لقوا يونس مشي، عرفوا أن في مصيبة حقهم، آمنوا. هو استعجل، فربنا ابتلاه، وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه. هنا مش نقدر يعني نقدر عليه من ناحية القدرة، لا، نقدر بمعنى الله يبسط الرزق إيه لمن يشاء وإيه ويقدر، يعني أن لن نضيق عليه، يبسط يوسع ونقدر نضيق. فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه. كان في ثلاث ظلمات، ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات في بطن الحوت، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ودي مهمة جدا في الظروف اللي احنا فيها دي، عشان كده أنت ممكن تتوسل إلى الله بعمل صالح، زي حادث الثلاثة في الغار. دور على أعمال صالحة أنت صنعتها وتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، الله يستجيب دعائك في هذا الكرب الذي نحن فيه. كلنا نبحث عن أعمال صالحة نرى أنها لله عز وجل، كما صنع ذلك البر بأبيه وأمه، وذلك الذي عفى ولم يقترب من ابن عمته، والرابع الأمين الذي رد المال إلى صاحبه. إذن ينبغي أن نتفكر في الأعمال الصالحة، ندعو إلى الله عز وجل. فاسمع ماذا قال، وأفوض أمري إلى الله. أكثر من هذا الدعاء، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله سوف يقيك مكره السيء بإذنه تعالى.
والموضوع الخامس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات الله أكبر. أكثر من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بها وبين أن دعاء المكروه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يدعو بها عبد إلا فرج الله كربه. إخواننا اجتهدوا وابحثوا في الأذكار أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وابحثوا فيما صنع الأنبياء وانظروا إلى قصص الأنبياء عشان يثبت المؤمن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قرآن يثبت فؤادك. وكما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا وقت العودة إلى القرآن وقت العودة إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نملأ ألسنتنا بذكر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. خلي بالك امسك في دي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. امسك في قول الله تعالى الذي يؤدي إلى الفلاح يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله والنتيجة لعلكم تفلحون. كونوا آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر اجتهدوا أكثر في الدعوة إلى الله حتى نكون من أهل الهداية والتوفيق والسداد والنصر والفلاح. وهذه أسباب للنصر لعلنا تأخرنا فيها لعلنا قمنا بتشريف الدعوة إلى الله. انظر إلى المسجد الآن وانظر أيام ما كان المسجد يمتلئ عن آخره بل ويمتلئ حتى يصل خارج المسجد. إذن هناك قصور منا لابد أن نعترف به. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خلي بالك التفرق والاختلاف الذي حدث حتى في البيت الواحد بين الأخ وأخيه وبين الأب وأبيه بل ممكن بين الأم والأب ده مش موافق وده موافق وده مش عاجبه وده عاجبه. إيه اللي حصل التفرق ده؟ سببه أكيد في تنازع حصل وحصل فشل والفشل ده أدى إلى ذهاب القوة. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا حصل تنازع ونتيجة التنازع فتفشلوا حصل الفشل. وتذهب ريحكم ضاعت تذهب ريحكم تذهب قوتكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. عندنا الصبر إن الله مع الصابرين. وكان عندنا رياء وسمعة أقول عند الكثير كان نحب وحب الفخر كان الناس تحب الظهور كان الناس عندها التوك شو زي ما يقول ولا الشو الإعلامي. ناس كتير انبهرت وناس كتير ضلت عن الطريق وناس كتير فتنت من كثرة ما أصبح لهم معرفة إن الناس وأصبح لهم يعني قبول ونسوا أن الأمر ليس كذلك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تكون قد خرجت بطرا وخرجت رئاء الناس ورفعت صوتك في غير موضع وتكبرت على عباد الله وكنت من أهل الاستعلاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه مواضع خمس من عشرات المواضع لكن الوقت لا يتسع. اعملوا ختمة للقرآن سموها ختمة سنة البلاء وختمة تانية اسمها ختمة سنن النصر والتمكين وأسبابه. دوروا على أسباب النصر الحقيقية وأسباب التمكين الحقيقية في القرآن. لما ربنا يقول لك سبحانه وتعالى امتى ينصرك لازم تعرف النصر. قال لك ولا ينصرن الله ايه من ينصره. شوف مين اللي بينصره. وربنا قال لك ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هينصرك لو انت نصرت ربنا. طب ازاي ينصر ربنا؟ روح لآية الحج ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا قوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض عملنا كده اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عقبة الأمور. اهتمينا لما ربنا مكننا في الأرض ان احنا ننشر دعوة اكتر ونقيم الصلاة اكتر
ونجمع الزكاة أكتر ونقبل المعروف أكتر. لا قلينا مش زودنا، واشتغلنا بمسائل كان المفروض تكون حتى لو كانت من المسائل التي علينا أن ننشغل بها، لكن نديها 6-7%. لكن ندي الشغل الحقيقي، أنا بقول فيه 6 ملفات مش ملف واحد تشتغل فيه. آخر ملف له اللي انت اشتغلت فيه خد وقتك وعقلك عشان انبهرت فيه، اللي هو ملف السياسة. السياسة دي حتى لو اشتغلتها اديها من 5-7%. لكن ملف الدعوة ده اديله من 30-40%، لانه فيه 8 محاور لعلاج 8 مواطن للخلل. هتعالج الخلل العقدي والخلل العلمي والخلل العملي اللي هو السلوكي والتربوي والاخلاقي، والخلل الدعوي اللي هو انتشار الدعوة وحركة الدعوة، والخلل الفكري والخلل الحركي والخلل الإداري. فين النظام؟ فين الإدارة؟ وآخر حاجة الخلل النفسي اللي موجودة عند كثير من الناس. ناس كتير بتحب الفخر، ناس كتير في الدعوة ومشايخ عندها تضخم في الذات. ناس كل واحد يتقي الله ويرجع وينكسر لله ويبطل علوه واستكبار في الأرض من اللي فاكر نفسه إنه هو أو غيره. لأ، إحنا لازم نتواضع ولازم نعطي فرصة للشباب، ولازم نجدد دم الدعوة ونجدد دماء الأمة من خلال أن نفرز، ومن خلال أن يكون من خلال هذا البلاء عملية الانتقاء وعملية الانتخاب وعملية أن ندفع بالعدد. ولابد أن نوسع المشاركة، ولا للإقصاء، لا للاستعلاء، لا للاستكبار، لا للاستحواذ، لا لكل هذا، وإنما ينبغي أن نكون معا صفا واحدا، وأن نعطي الفرصة للأصلح والأكفى، وأن نتكلم فيما هو ليس الكم ولكن الكيف، الإحسان. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمله، مش أكثر عمله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. الشغل الجاي مش شغل الكم، شغل الكوانتيتيف ده انسوه. الشغل الجاي شغل الكيف، شغل النوعية، شغل الكواليتيتيف، الشغل اللي اتطلع واحد ياخد دكتوراه في السياسة، في العلوم السياسية، في الاقتصاد، في الإعلام. مش تحط لي قنوات إسلامية كلها صوت عالي وكلها بجاحة إلا من رحم ربي، ويبقى اسم القناة نسبة للقرآن ولا شعب بالقرآن، وكلها كلام عبارة عن طعن وغمز وهمز ولمز. يعني بقى اسم القناة مربوطة بكتاب الله عز وجل، وتدور تفتح عشان تدور يقعد على المصطبة 4 ساعات عشان يتكلم في كلام ما بيفيدش السامع، وكلام خاص جدا المفروض يكون في الغرف المغلقة بين العلماء عمالين يشلقوا البعض ويشتموا في بعض. علماء بيشتموا في بعض، علماء ايه ده؟ ويفضحوا بعض وما عرفوش يعني ايه نصيحة، وعرفوش يعني ايه الفرق بين النصيحة والتعيير. وانحضرنا ونزلت اخلاقنا بحيث ان لم نصبح قدوة للناس، ولم نعلم الناس معنى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ومن تزع من شيء الا زانه، وان الله رفيق يحب الرفق، من يحرم الرفق يحرم الخير. فين انتم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يكون عندكم غلظة؟ وربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نراجع أنفسنا قبل غيرنا ونرى لماذا انفض الناس من حولنا. ليه الناس؟ الراجل اللي راكب معاه التاكسي جاي المسجد قال لي: في 3 زيك قبل كده ركبوا معايا، ما كنتش عايز اركبهم بعد ما ركبوا. واول حاجه ايه تركب معايا؟ يسالك انت ايه الاول؟ عايز يصنفك، وبعد ما يقول لك ايه ممكن اقول لك انزل من التاكسي لو سمحت. تخيل انت لو توصل للمرحله دي بعد الناس كانت بتهش في وجهك وتسمع لك، والاول عايز يعرفك انت مع مين، وبعد ما يعرف انت مع مين يبدا الحوار. وحتى لو بدا الحوار انت برضو في الاخر غلطان، اقول له انا مش من دول، يقول لي بس انت اللي جبتهم وانت اللي دبستنا فيهم. يعني في الاخر غلطان غلطان. انت محتاج دلوقتي عمليه اعاده تاهيل نفسي ليا وليك الاول. لاول احنا نراجع نفسنا، نأهل نفسنا تاني من جديد، ونعرف مواطن الخلل، ونعرف عن ايه اداره، نعرف يعني ايه يعني ايه اللي بيسموها المهارات، مهارات الاقناع،
مهارات الحوار، مهارات الاستماع، مهارات المناقشة، مهارات القبول، مهارات الوصول في المفاوضات إلى نقطة فيها التقاء بين الناس. قدامنا مشوار طويل، لكن علينا لو رجعنا ما نجيش في يأس، ما نجيش في إحساس بأن احنا خلاص حصل في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة في الجزيرة العربية كلها. ما كانش في صلاة جمعة إلا في مكة والمدينة، ما كانش يقدروا يصلوا جماعات في جماعة. ارتد من ارتد ارتداد كامل زي مسلمة الكذاب وأتباعه، وارتد من ارتد بالتأويل، ورجعوا من رجع، وحارر أبو بكر من منع الزكاة جزء منهم، ولكن الإسلام زاد، وكان عنده بعث أسامة أمر، وكان عنده غزو حصل وأيام عمر، وحصل فتن وقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، ومع ذلك الإسلام لم يقتل. يكفي أشد مصيبة في أول مصيبة في الإسلام وأعظم مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام مات؟ الإسلام ما ماتش، الإسلام عمه ما هيموت، الإسلام قادم، والله الإسلام قادم. ده بالعكس، دي بداية الخير، بس الناس مش شايفة. انت من 100 سنة 1918 يعني بعد 5 سنين يبقى فات 100 سنة على تقويض الخلافة الإسلامية اللي هي العثمانية. 1924 يعني بعد 11 سنة بالظبط، يعني من 91 سنة حصل ايه؟ اعلان سقوط الخلافة العثمانية. حصل بعدها الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، وحصل بعد الكلام ده سايكس بيكو ووعد بيلفور في 1917 وتقسيم الدول دي كلها على المستعمرين. الاسلام ايه بيحصل؟ بيزيد مش بينقص، والوعي بيزيد. احنا الان في مرحلة تانية، اقرأ وشوف ان من سنة 2000 لغاية النهاردة كانوا حاطين عينيهم على 7 دول. الاولى العراق، الثانية سوريا، الثالثة لبنان، الرابعة الصومال، الخامسة السودان، الستة ليبيا، نمرة 7 بيقولوا الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى، هل انا اواني الجائزة الكبرى؟ اقرأ مقالات، اقرأ الناس، ممكن اقولك بعد الخطبة تقرأ لمين، اقرأ يخنى الناس اللي كاتب الكلام ده قبل 30/6. اللي حصلت 36 الناس كاتبت فيه من سنة فات وحيحصل، بس ناس عندها فكر، محدش منتبه. الجائزة الكبرى مصر، لان مصر لو طلعت وقفت يبقى حيرجع تاني صلاح الدين، وترجع تاني معركة حطين، ويرجع تاني سيف الدين قطز، وترجع تاني عين جالوت. فكان لازم يحصل اللي بيحصل، ولازم يحصل اكتر من كده، لان مصر هو ده مصيرها وهو ده قدرها، انها هي اللي هتقود العالم شاءوا ام ابوا، ويحققوا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها، ويتحقق موعود الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن هذا الامر ولا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت وبر ولا مدر الا دخل فيه الاسلام بعز عزيز او يذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. تدبر آية التوبة وآية الصف، جت بعد ايه؟ جت بعد مكر اليهود والنصارى والمشركين في التوبة، وجت بعد مكر اليهود والنصارى في الصف. ولا زال المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكروا مكرا كبارا. اللي انت بتشوفه دي نتائج، شوف المقدمات من أيام تقويض الخلافة. اقرأ، أقول لك بعد الخطبة تقرأ الصراع 100 سنة، صراع 100 سنة. اقرأ المقالة دي وادرس واعرف وحلل، وخلينا ناس مش بتوع حكاوي أهاوي، كل واحد فينا يدور ايه الدور المفروض يقوم بيه، وازاي يبقى دارس، وازاي يبقى مفكر استراتيجي، وازاي يبقى عنده قدرة على انه يكون اداة لنصرة الدين، واداة لقمع كل من يريد ان يخذل الدين. اقرأ يا اخي وتدبر وراجع هذه المواقف، لان احنا في حاجة الى الشباب، ان الشباب المتعلم، الشباب المتنور، الشباب اللي عنده ايجابية، اللي عنده مبادرة، اللي عنده قدرة على ان يواجه هذا كله. احنا الجائزة الكبرى لهؤلاء
اقرأ مقالة الجائزة الكبرى، واقرأ مقالة الصراع 100 سنة، واقرأ مقالات كتيرة جدا عشان تعرف الناس اللي كتبت من سنين واتكلمت مش من عندها ولا من الكتاب والسنة، اتكلمت من كتابات تبع مراكز وتبع دراسات كلها في أمريكا وفي أوروبا. لازم نعرف الناس دي بتكتب ايه. مين يعرف مؤسسة راند؟ مين يعرف الفورين بوليسي؟ مين يعرف فلان؟ مين يعرف مثلا روبرت فيسبوك الراجل ده اللي بقاله 30 سنة في المنطقة في الاندبندنت؟ شوفوا الناس بتقول ايه. احنا قافلين على نفسنا وبيتكلم بعضنا بس. محدنا مين يقول في التيارات الإسلامية عندهم مركز لدراسات السياسية والاستراتيجية؟ مين في التيارات الإسلامية عدلي 10 هم عبارة عن مفكرين استراتيجيين؟ كل المتصدر مين فينا عندنا رجل خبير في الإعلام؟ مين عندنا خبير في الاقتصاد في السياسة؟ احنا ايه؟ احنا عاملين زي جسد كبير. التيار الإسلامي ده جسد كبير كبير قوي بس عاده صغير قوي، وضحكنا على نفسنا. ليه؟ ده عدد الناس. الناس كانوا طيبين أيدونا وعدينا 70% عشان بيحبوا الإسلام، بس احنا مكناش موحلين. لازم نعترف بكده، ولازم نعرف ان احنا عدينا مرحلة او نطينا قفزة، القفزة مش بتاعتنا، وطالبنا بالمأمول، طالبنا بالمطلوب، وما طالبناش بالممكن والمتاح. وفرق كبير بين الممكن والممكن والمتاح وبين المأمول والمطلوب. الممكن تعمله النهاردة، تعمله في 6 شهور في سنة، المأمول ده تعمله بعد 20 سنة. جبت اللي بعد 20 سنة حطيته تحت رجليك. ايه الكلام ده؟ واحد بيسألني بعد الثورة على طول، يعني الكلام بعد 25 يناير، قال لي ايه رأيك في اللي بيحصل؟ قلت له قدامنا 20 سنة عشان تتمنى اللي يحصل. قال لي معقول كده؟ قلت له يمكن 30 سنة. قال لي لا 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 انت متشائم جدا. قلت له احنا في مجتمعين، مجتمع اسمه مجتمع الكفاءة ومجتمع اسمه مجتمع المكافأة. ايه مجتمع الكفاءة ده؟ راجل ما فيش يجيبه 100 دولار، يطلع بره يدي امكانياته، يطلع في الاخر ياخد جائزة نوبل للسلام عشان عمل تقنية طلعت العالم قدام 100 سنة قدام، الفيمتو سكند 1 على 10 اس 15. يعني لو قلت مايكرو 1 على مليون، لو قلت نانو يبقى 1 على 1000 مليون. ده 1 على مليون مليون والف، 1000 مليون مليون. يعني لو بيشوف التفاعلات الكيماوية اللي بتحصل في الملي سكن يحسبها كأنها في قرون. قدر يشوف التفاعلات الذرية والحاجات دي قدامه بالتفصيل. الراجل ده كان وراه ظهر وزير ولا جاي من هنا ولا معاه كذا مليون ولا ابوه ملياردير؟ لا، تعال اللي خد وتعال شوف الاسماء دي، تعال في وكالة ناسا الفضاء، اول دفعة هندسة نووية في اسكندرية سنة 1964 قريت والله صفحة كاملة، 21 شخص، ال21 دول هم ماسكين بوردات الدراسات والمعامل والمؤسسات المتعلقة بالذرة. كلهم مصريين، بس راحوا فين؟ راحوا امريكا واستراليا وكندا. نزيف في مخ المصر، نزيف في عقل مصر، نزيف في اموال مصر، نزيف في دماء مصر بسبب التخلف، بسبب مجتمع المكافأة. ايه هو مجتمع المكافأة؟ اقول لك ايه مجتمع المكافأة. انا نازل من العربية في ميدان المهندسين في يوم من الايام، لقيت في حتة نص قطرها ما يزيدش عن 500 متر واقف بينظم المرور لواء وعميد ومقدم ونقيب او رائد. قلت والله واكسة، لو في بلد نظيفة دول يتضربوا بالنار. دي عاملة زي واحد دخل ابنه الطب وتخرج وشغله تمرجي، هي كده بالظبط. اتحدى اي واحد سفر في بلاد بره ولقى حد بيختم الجواز اكتر من مؤاخذة 3 شرايط، يعني حتى مش موصلش لصوري. الولد تلاقيه قاعد كده وشايف نفسه في النمسا، في الرياض، في جدة، في اي حتة، وممكن ما يكونش من البلد، تلاقيه جايب واحد باكستاني ولا هندي بيختم. ده اسمه اوبريتور، ده اسمه اوبريتور. ما تجيش واحد تخرج من كلية الهندسة وشغال بروجرامنج وشغال ادمنستريتور وشغال ديفلوبر مبرمج ومطور ومدير وتشغله في ادخال البيانات، ممكن واحد بالاعداديه 6 شهور تعلمها له. هو ده اللي حصل في مصر. نتيجه كده الامن فيه كم واحد في مصر؟ 2 مليون. 2 مليون شخص، منهم 1.5 مليون امن مركزي وامن عام. هي دي مجتمع المكافاه. ازاي انت تحول مجتمع المكافاه لمجتمع كفاءه؟ ال 2 مليون دول يوصلوا 200 الف بس كده
لا اقعد 20 سنة خلص. حتى اسلوب الانتقال ما عرفناش نعمله. في اسبانيا حصل انقلاب وحصل ثورة شديدة على من يسمى اللي هو فرانكو، ده كان اكبر مستمد في اوروبا. الناس بيقولوا الرجل ده تسبب في ان اسبانيا ترجع 200 سنة بالنسبة لالمانيا والبلاد دي. عملوا ايه؟ اقروا قصة تحول اسبانيا الى دولة متقدمة. قعدوا 10 سنين وجم عند اللواء والعميد وجم عند الرجل الكبير، يا عم انت بتطلع معاش هتاخد كام؟ ربع مليون؟ 200 ألف؟ 300 ألف؟ تفضلوا 3 مليون، 5 مليون. يبقى شال اول لير لواء وتاني لير عميد، وراجل ماشي مبسوط، خد حاجة ما يحلمش بيها لو قعد عمره كله مش هيجيبهم. وبدأ بعقيد وبدأ يعمل تأهيل وبدأ يعمل إحلال من دول بملازم وملازم أول ونقيب وطلع ناس وبدأ يدي دورات. بعد 10 سنين حصل إحلال، لكن ما فيش حاجة بتيجي لو الدراع، ما فيش حاجة بتيجي في سفر زمن. كان لازم نعرف يعني إيه، في حاجات كتير عايزين نتعلمها. عايزين نتعلم يعني إيه فقه الواقع، يعني إيه فقه الخلاف، يعني إيه فقه الأولويات، يعني إيه فقه المآلات، يعني إيه سنة التدرج، يعني ايه سنن التمكين. عناوين كبيرة، لكن احنا مين درسها ومين درسها؟ احنا عايزين نغير مناهجنا واسلوبنا ولقاءاتنا ونغير لموضوع المونولوج. الغي حاجة اسمها مونولوج، حاجة اسمها وان دايركشن، الشيخ بيشخط والشيخ بيدي درس والشيخ بيخطب. لا، بعد ما اللي حصل ده في محاضرة لمدة ساعة، نص ساعة محاضرة ونص ساعة اسئلة ونص ساعة حوار ونص ساعة مناقشة، نرجع ونعمل ورش عمل، نغير اسلوبنا في الحياة عشان الناس تحترمنا وعشان نعيد ما وقع منا ومن اخطاء، نصحح انفسنا ونبدأ بانفسنا. قل هو من عند انفسكم. نسأل الله عز وجل ان يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي عقولنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن ورائنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، واعدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا السوء، اللهم احفظ مصر وسائل بلاد المسلمين يا رب من كل سوء ومكروه. اللهم نجينا، اللهم نجينا، اللهم نجينا، اللهم الطب بنا، اللهم الطب بنا، اللهم الطب بنا. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير، اللهم وفقه الى كل خير، اللهم وفقه الى كل خير، اللهم وفقه الى كل خير. ومن اراد اسلامنا ومصرنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، وخذه أخذ عزيز مقتدر. عباد الله، إن الله عز وجل أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه.
وسلمه تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.